رجعنا لكم، وطبعا احنا بنحيي اي نجاح، وخصوصا لما النجاح ده يكون في المجال الثقافي والفني. الواحد بيسعد لانه بيحس انه بيأدي دور حقيقي. انا كاعلامي بأدي دوري، زي ما الاستاذ احمد السيد مدير المسرح الكوميدي ادى دوره، وقبل كده في مسرح الطليعه عمل لنا عرض ناجح جدا اللي هو العطر، وكان تجربه هايله جدا ما بين الممثل العادي والممثل اللي عنده يعني مشكله ما أو إعاقة ما، ولكن دمجهم مع بعض في عرض رائع جدا حقق نجاح. أيضا قبل ما أطول في الكلام، برحب بالأستاذ أحمد السيد أهلا بيك مدير أستاذ. المسرح الكوميدي، وبأعيد الترحيب طبعا بالأستاذ إيميل شوقي مخرج عرض العسل عسل. أهلا بيك أستاذ. الفكرة جت إزاي بقى بتاعت إن إحنا نعيد أو نعمل ريبرتوار لنص وعرض ناجح جدا هو العسل عسل؟ بص، هو إحنا ما عملناش ريبورتوار، آه بمعنى ريبورتوار الريبرتوار بمعنى إن إحنا نقدم ما كذا عرض. ما نقلناش نفس الفكرة. آه لا طبعا. العرض يعني، آه. وجينا قعدنا العرض مرة أخرى. آه. العرض او مقامات بيرم التونسي فيها مليانه مليانه بالزخم الجميل، صحيح. صحيح. مليانه بالكلام اللي كلنا عارفينه ومتربيين عليه. استاذ سمير عصفوري عمل صياغه دراميه جديده، هو اللي عمل ده سنه 86، وهو اللي عمل ده بشكل تاني في الوقت الحالي، فطلع عرض يواكب الحاله السياسيه والحاله الفنيه الموجوده في وقتنا ده، صحيح. اختلف تماما عما قدم من قبل. تمام. فهو ده الاختلاف. طيب بدأت الفكرة إن الأستاذ إيميل هو اللي جالك قال لك أنا عايز أعمل ده، ولا أنت اقترحت عليه الفكرة؟ يعني عايزين نعرف لا، هي إزاي؟ بدأت الفكرة إنه أنا لما جيت مسكت مدير مسرح كوميدي. كوميدي. وقبليها كنت مدير مسرح الطليعة. كنت بدور زي ما دورت في مسرح الطليعة على إزاي أطلع بره الصندوق. إزاي أقدم حاجة. المسرح الكوميدي معروف قوي ان المسرح الكوميدي يلا نضحك كلنا والحياه لطيفه وبتاع. انا ما بحبش السكتشات، هو نوع من انواع الضحك، صحيح، وصنف من اصناف الضحك والكوميديا وكلنا عارفين كده. لكن ازاي اعمل ده في قالب في كل حاجه، صحيح. فرجه. الفرجه اهم، صحيح. لما يبقى فيها رقص ويبقى فيها غنى ويبقى فيها ضحك ويبقى فيها موسيقى لايف، مسرحه كامله، مسرحيه مكتمله، صحيح. فالاستاذ ايميل قابلني، كان المشروع ده هو متوجه بيه يعمله في مكان اخر ومش هقول عليه. رحت قاطع الطريق عليه، تعالى عندي هنا يا باشا. صياد اللعيبه، عارف صياد اللعيبه؟ ايوه. فقلت له انت رايح فين؟ تعالى. هو صياد ماهر. طب والله ده شيء رائع. لا لا لا. بتعمل ايه؟ قال لي بعمل كذا كذا كذا. قلت له تعالى هنا. اي ده هنا، ده مكانه هنا. ده انا بدور بقالي قعدت شهر ادور في الادراج وفي النصوص وفي الحاجات، لقيت تجارب هعملها بعد شويه، بس صحيح. مش هعملها في الاول. حلو. احنا عندي انا عندي هدف، ازاي ارجع الثقه ما بين الجمهور تاني والمسرح الدوله خصوصا، والجمهور بيفهم، صحيح. جدا دلوقتي ومتذوق جيد، صحيح، بس اقدم له فن جيد عشان يتذوقه، صحيح. فهو ده اللي حصل، كلبشت انا في النص وفي الاستاذ سمير العصفوري وفي الاستاذ ايميل، بدانا الحكايه وقد كان. لا جميل. انا عايز اعرف الى اي مدى، يعني معلش اديني ولو نسبه تقريبيه للنجاح، يعني كم ليله عرض ونسبه الحضور تقريبيا للجمهور. هو احنا لغايه دلوقتي عاملين اقل من 30 ليله عرض فعليه. عاملين حوالي 24 ليله عرض فعليه. عاملين بعد رمضان كامل العدد على طول لغايه وقتنا هذا، لغايه المسرح شغال دلوقتي. فالحمد لله رب العالمين. رمضان كامل العدد، كامل العدد تشهد. الحمد لله رب العالمين. جميل. وكنت بعمل عرضين كمان، ما كنتش بعمل عرض واحد، كنت بعمل تجربه ثانيه في نفس المسرح. في نفس المسرح. عرض ماتيني وعرض سواري. طب هايل. لاني عملت تجربه اسمها عرض ال 15 يوم. لابناء المسرح المخرجين اللي هم حقه يقدم تجربه، اكسب منها، صحيح. مؤلف اكسب منها، موسيقي كويس اكسب منها، فكره حلوه. حلو. فبدات اعمل ده لغايه ما الحمد لله الجمهور بدا يخش تاني شويه شويه شويه. انا عايز اقول للساده الجمهور ان الاستاذ احمد السيد اول ما دخل لقى نجم العرض الاستاذ مفيد، فقال له لا انت لازم كده تروح لازم تروح المسرح، لانه عشان ما نتاخرش عن رفع الستار، يعني مارس عليه دور المدير بمنتهى الحب طبعا. وبرجع تاني برضو هسالك عن الـ العروض اللي من النوع ده،
يعني انت طبعا ناجح فيها ومستمر فيها، عندك افق لان العرض ممكن يمتد شهرين ثلاثة اربعة، العرض ان شاء الله يمتد. لان ده امتد يعني في 86 كان حاجة مذهلة يعني، 4 سنين، 4 سنين قعد عرضه يعني، حاجة اللي هي بعد كده عادل امام بقى بيعملها السنة الرابعة والثالثة ده اتعمل. انا اعتقد ان العرض ده عمره طويل شوية، الله. احنا هنفضل ورا العرض جميل لغايه ما هو لوحده يبقى خلاص تمام. الناس شافته كلها. طيب استاذ ايميل، نجاح العرض دوت يعني قعدت فكرت دلوقتي كده مع نفسي انه الحس الساخر قوي كمان بتاع بيرم مع الحس الساخر بتاع عبقري المسرح سمير العصفوري مع حبك انت للكوميديا والتجريب في الاخراج، هل فعلا هو ده اللي نجح العرض؟ انا طبعا يعني سواء رضيت او ما رضيتش فانا تلميذ لاستاذي سمير العصفوري. هو جه شاف العرض ولا لا؟ طبعا طبعا. سمير ايه رايه بقى؟ استاذ سمير العصفوري بيشوف كل عروضي اللي انا بعملها. قال لك ايه اول جمله؟ مبسوط جدا بالتجربه وان انا بعيد تاني العسل عسل وبفكره بحاجات يعني لينا مع بعض ذكريات، لان انا كنت المخرج المنفذ بتاع العرض ده سنه 86. انت كنت المخرج المنفذ؟ كنت انا المخرج المنفذ بتاع العرض 86. والمساله دي كانت عامله لي مشكله جامده جدا. ازاي انا اخرج من الاطار ده؟ صحيح. التجربه بتاعت سمير العصفوري وانا 4 سنين فيها مسيطره عليا تماما تماما. صحيح. يعني صوت سهير عمال يضرب في ودني ممدوح، والغنى بتاع احمد حلاوه وتمثيل حلاوه ويوسف رجائي، مش عارف اخرج بره الاطار ده. قعدت فعلا فتره كبيره متردد جدا لدرجه كنت بفكر اقول للاستاذ احمد لا شكرا، يعني شوف تجربه تانية اعملها. طب ده يخليني اسالك، ما فكرتش تستعين ببعض الاسماء اللي ما زالت على قيد الحياه من النجوم دول؟ فانا قررت ان انا ابعد تماما تماما عن كل حاجه ليها علاقه بالعسل. عسل ده الاجابه. لا بس احنا كنا معنا ايه؟ احنا معنا فاطمه محمد علي وبقيه الممثلين. اتفضل. كان في ممثل من الممثلين القدامى الجمال يعني الاستاذ يوسف رجائي، وهو نظرا لظروفه الصحيه اعتذر. كان موجود في العرض. كان الاستاذ ايميل كلمه بس هو ما عملش بروفات يعني. صحيح. نظرا لظروفه الصحيه هو اعتذر. هو مين اللي رحل؟ ممدوح قاسم وسهير طه حسين الله يرحمهم، زيد فؤاد، زيد فؤاد، حسن الديب. وحسن الديب صحيح نجوم يعني، واحمد عطيه يعني من حقهم علينا ان احنا نذكر اسماء. احمد عطيه برضه. واحمد عطيه. فسمير عصفوري اعجب بالعرض ده. فانا قررت تماما ان انا ابعد تماما عن العسل عسل واتعامل مع ده نص اول مره بشوفه. وانا مطلوب مني اخرج العرض ده. فانا شفته بالرؤيه اللي حضرتك شفتها واللي بتتعرض حاليا، ان انا يعني بستعمل عرض تشكيلي استعراضات غنى. العرض الاولاني كان ما فيهوش استعراضات، ما كانش فيه فيديو بروجيكتور، ما كانش فيه تقنيات دي. فانا بعمل عرض جديد جدا، حتى اللي بيجي يتفرج على العرض وفي ذهنه العرض القديم هيبقى عنده مشكله، بيكتشف ان انا هو بيتفرج على مسرحيه تانية خالص. صحيح. ملهاش علاقه بالشغل. كلنا تربينا على يعني العرض ده يعني مأثر فينا كلنا يعني، في جيل يعني حتى اللي شاف العرض ده هيجي المسرح عشان يشوفه برؤيه جديده او بشكل مختلف، وهيقارن غصب عنه، هيبدا يحط المقارنه. بس صعبه المقارنه لان فات زمن. لا يعني جه الاستاذ احمد حلاوه اتفرج على العرض قال ايه ده، ما كنتش متخيل انك انت هتعرف تخرج بره الاطار اللي كان عامله العصفوري. بس يعني الزمن بتاع العرض يا استاذ احمد، يعني انا اول مره اتفرج على عرض وبعدين اقول ايه ده، ده خلص بسرعه. هو يعني العرض الاولاني كان اطول زمنيا على ما اعتقد او على ما اتذكر. هنا الزمن كان مكثف قوي، ده الاسباب انتاجيه؟ هي دي الحرب. والله هقول لحضرتك، ما كملتش يعني، هقول لحضرتك حاجه، هي دي الحرب اللي لغايه وقتنا هذا بيني وما بين الاستاذ ايميل. استاذ ايميل عايز الطبخه حلوه، طبخه عايزه تزيد، عايزه يعني تستحق. تستحق جدا. لكن جمهور المسرح اللي انت لسه بتجيبه واحده واحده مش هيستحمل. يعني طبطب عليه شويه وبعدين هاته وبعدين قدم له الوجبه الدسمه. صحيح. هو مش هيقدر ياكل وجبه الدسمه في الاول. صحيح. ساعه ساعه ونص يستحملها كويس قوي. لو طلع زي حضرتك كده وقال هو ما ايه ده، ده خلص بسرعه، ده نجاح. لكن لو قعد يتململ في الكرسي. هو العادي في الواحد بيشوف عرض يا استاذ احمد انه ايه ده،
العرض طول قوي، لكن المره دي انا ايه ده، والعرض خلص مع انه ساعه ونص يعني، ساعة ونص من غير انتراكت. فيعني انا اعتقد ان انا جاي. كان زمنه تتذكر قد ايه في العسل عسل والبصل بصل؟ كان فصلين او جزئين، وكان حوالي ساعتين ونص مثلا. كان ساعتين ونص على الاقل، على الاقل ساعتين ونص. هو المساله ان الزمن اختلف والكوميديا اختلفت والايقاع نفسه اختلف. زمان كان ممكن ترمي إفيه وتقعد تستنى رياكشنات الناس، النهارده انت بتعمل مشاهد متلاحقه سريعه جدا، مشاهد متلاحقه مربوطه ببعض، صحيح مفيش اظلام وتنوير وتغيير ديكور و... لا انت بتعمل مشاهد كلها متلاحقه ورا بعض لدرجه المتفرج ممكن يقعد ساعتين الا ربع في العرض، هو مطول شويه صحيح، وفجاه يلقى العرض خلص يقول ايه يا جماعه في ايه. انت انا اتضحك عليا، اتضحك عليا اتخطفت. طب ليه البصل بصل، عسل عسل بس، فين البصل بصل؟ لان ده تكست تاني مختلف عن البصل بصل. ايوه، واحنا بنقول في الاخر كل اللي حصل للسما اتصل، فالعسل عسل والبصل بصل، الخير خير والشر شر. صحيح. الاستاذ احمد السيد انت كمنتج بره بقى، يعني هنا ايه الفرق بين ان انت تنتج لمسرح الدوله وتنتج لحسابك كمنتج فني؟ انا اعرف ان انت بتعمل حاجات فنيه، مسلسلات، دراما، تلفزيون، ايه الفرق في الانتاج هنا وهنا؟ هي نفس الرولز هنا وهنا، نفس القواعد. هي بس هنا شويه بيحكمها قواعد مختلفه شويه، وبعدين في ميزانيه محدده جدا وقاسيه بعض الوقت، بتبقى قاسيه جدا. ما خدوش فلوس يعني؟ لا خدوا فلوس كويسه جدا. اسالوا بعد الحلقه. مش هتروح هتقول الحلقه تخلص. لا فبس هي دي الحكايه، انه العرض المسرحي حتى في مسرح قطاع خاص كان زمان مختلف عن السينما وعن التلفزيون، صحيح. مختلف في ميزانيته وفي اجوره وفي كل حاجه. او انا عايز اقول حاجه في النقطه دي، بلا مبالغه وبلا مدح، صديقي الاستاذ احمد السيد هو بيكسر كل القواعد التقليديه، يعني لو الفلوس طالعه كمان اسبوع لا خدوا اصرفوا وبتاع، ولما تطلع الفلوس نبقى يعني في مشاكل ماديه، في مرونه، يعني في مرونه شديده، متجاوز كل الروتين وكل الحواجز دي، ودي تحسب له. صحيح صحيح، يعني متجاوز كل الحاجات التقليديه في الدوله. يعني المهم بيرشحكم بقى في اعماله اللي في القطاع الخاص ولا لا بعد كده، يعني كممثلين ومخرجين؟ جابني في مسلسلين بس. انت عايز ايه اكتر من كده؟ طب ده كده كتير. لا ده كتير، ده كتير كمان. المقادم يا استاذ احمد يعني لسه جاي بقى. ايه العرض التاني اللي في مسرح الكوميدي بتحضره؟ انا بحضر عرض الهرم ده بتاعي في اسكندريه 1/8، بطوله مها احمد وانتصار وشمس ومحمد الصاوي ومدحت تيخه، اخراج ياسر صادق. هيتعرض على بيرم التونسي 1/8 باذن الله. وان شاء الله باذن الله هنفتح العين بعرض لمحسن رزق، سامح حسين ان شاء الله، ولسه بقى البطله. احنا العرض اسمه كذا اوبشن، لا لسه العرض اسمه بنغير، بتغيروا اسمه فيه. علشان ما يبقاش. والابطال قلت لي الابطال سامح حسين، ده هو سامح حسين الكوميديان المعروف المين بتاعنا. وباقي الابطال بيتم حاليا يعني تجمعهم والاتفاق معهم. المنتج في مدير المسرح الكوميدي مهمته أسهل ولا أصعب من مدير أي مسرح آخر إنه يجيب جمهور للعرض بتاعه؟ لا مهمته أصعب طبعًا. أصعب طبعًا. ليه؟ أنت مفروض إن عنوانك تضحك الناس. تضحك الناس. لما تبسط الناس دي أصعب كمان. دي مسألة مش سهلة. طبعًا. تقدم لهم وجبة هم ما طلعوا مبسوطين وفاكرينها غير أما تضحكهم بنكتة. تدخلت في العرض رقابيا او حاجه؟ قلت لهم لا بلاش ديت. لا خالص، مفيش دوت، ما بيحصلش. الارتجالات بتاعت الممثلين مفتوحه ولا مقيده؟ لازم ابقى عارفها الاول انه هيقول ايه عشان نوافق عليها او ما نوافقش عليها. في حاجات بتطلع لحظيه كده على لا المصر. مش كل الناس عندها نفس ثقافه الخروج عن النص والرجوع تاني او الكلام، خاصه احنا في ظرف تاريخي لازم نبقى حريصين تماما احنا فين. صحيح. احنا فين عشان ايه ما يحصلش لخبطة للمشاهد. جميل. خاصة احنا يعني موجهين الحكاية لقضايانا. بالظبط. بالظبط. ان شاء الله النجاح يستمر. عايز اوجه رسالتي للجمهور اللي بيشوفنا دلوقتي، العرض هيسافر ليقدم في الاسكندرية يوم 10 ان شاء الله، يوم 10 يوليو، وفي مسرح بيرم التونسي، في مسرح بيرم التونسي، في مسرح بيرم التونسي، ثم يعود بعد 10 ايام دولت الى مسرح ميامي مره اخرى
فأنا بنصحكم إن أنتوا تتفرجوا على هذا العرض المتميز واللي فيه رائحة الزمن الجميل، زمن سمير العصفوري وعمالقة المسرح المصري اللي قدموا لنا هذا العمل المسرحي الكبير. بشكر الأستاذ إيميل شاوي مخرج عرض العسل العسل، بشكر الأستاذ أحمد شكرك. السيد منتج هذا العرض ومدير المسرح الكوميدي، ويعني أتمنى إن أنا إن شاء الله لو العرض استمر فترة طويلة كما يتوقع الأستاذ أحمد السيد إن إحنا نعمل حلقة أخرى يبقى محورها الأساسي هو لماذا تستمر بعض العروض شهور طويلة في مسرح الدولة إن شاء الله. شكراً. شكراً. شكرك. بعد الفاصل تأتيكم زميلتي إيمان الشامية وقطار حدوتة مصرية يصل لمحطة جديدة.